نادي التريليونات محطة من رحلة عمالقة التكنولوجيا الأربعة. تجاوزت القيمة السوقية لشركة ألفابت المالكة لجوجل مع بداية السنة الجارية سقف التريليون دولار لأول مرة في تاريخها، لتنضم بذلك إلى أكبر شركات التكنولوجيا الأمريكية التي حققت هذا الإنجاز، وهي أبل، مايكروسوفت وأمازون. وما زالت أبل ومايكروسوفت حاليا فوق حاجز التريليون دولار، ولم تنزل الشركتان عن هذا المستوى منذ بلوغه، بينما تشهد نتائج ألفابت وأمازون تذبذبا في قيم أسهمهما، مما جعل قيمتهما السوقية تنخفض أحيانا بشكل طفيف عن حاجز التريليون. وترتبط هذه القيمة بسعر الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية، إذ أن نمو سعر السهم يؤشر على ارتفاع القيمة السوقية، وانخفاضه يؤدي إلى العكس. أرقام خيالية تمكنت هذه الشركات من تحقيقها في ظرف وجيز، مستفيدة من الأرباح التي راكمتها بفعل الثورة الرقمية التي يعيشها العالم منذ سنوات. فما هي قصة هذه الشركات الأربع العملاقة؟ وكيف استطاعت هذه تحقيق هذه النتائج والوصول إلى هذه القيمة السوقية القياسية؟ ولماذا أصبحت شركات التكنولوجيا ربحية بهذا الشكل؟ وهل هناك شركات أخرى في الطريق لتجاوز سقف التريليون دولار؟ آيفون إكس ضربة حظ آبل الكبرى. استطاعت شركة آبل الأمريكية للتكنولوجيا تخطي عتبة التريليون دولار. التريليون هو الألف مليار في قيمتها السوقية في شهر أوت 2018، حيث قفز سعر سهمها الواحد إلى أزيد من 200 دولار في تعاملات بورصة ناسداك بنيويورك، لتصبح بذلك أول شركة عامة في العالم تصل لهذه القيمة. وأرجعت الشركة الفضل في هذا الإنجاز إلى سوق الهواتف الذكية، حيث زادت هوامش أرباحها بفضل جهاز آيفون إكس الذي ارتفع متوسط سعر بيعه إلى حوالي الألف دولار في تلك الفترة. وتقدر الآن القيمة السوقية للشركة الأمريكية ب1.3 تريليون دولار، متفوقة على باقي منافساتها في مجال التكنولوجيا، خصوصا ألفابت وأمازون ومايكروسوفت. وقد تمكنت أبل من أن تصبح واحدة من أكثر الشراكات نجاحا في عالم الأعمال، بعد مسار حافل امتد من أبريل 1976، حين أسسها الثلاثي ستيف جوبز وستيف ووزنياك ورونالد واين. واختصت في بداية مشوارها ببيع الحواسيب الشخصية ماكنتوش تحت اسم أبل كمبيوتر إنكوربوريتد، قبل أن تزيل كلمة كمبيوتر من التسمية في يناير الثاني 2007 كتوجه جديد للشركة يشمل مجالات أوسع، بعد طرحها لجهاز آيفون أول هاتف في سلسلة هواتفها الذكية، ليحدث ثورة في مسارها الممتد إلى يومنا هذا. أمازون ملك المبيعات العنكبوتية. لم تتأخر أمازون كثيرا في اللحاق بأبل في تجاوز حاجز التريليون دولار، إذ أن شركة التسوق الرقمي أصبحت في سبتمبر 2018 ثاني شركة أمريكية تدخل نادي التريليونات، بعدما تجاوز سعر سهمها في بورصة ناسداك الأمريكية 2050 دولار، وهو السعر اللازم لرفع قيمة الشركة فوق تريليون دولار. وقد استطاعت أمازون التي أسسها الملياردير جيف بيزوس تحقيق هذا التحول خلال حوالي 23 عاماً، حينما كان سعر سهمها في البورصة الأمريكية في حدود 18 دولار عند الاكتتاب في 1997، وحددت قيمتها السوقية خلال أول جلسة تداول بمبلغ 560 مليون دولار. وحققت أمازون أكبر قفزة في سعر سهمها أواخر سنة 2014، بعد أن قفز سعر السهم الواحد ب550% لترتفع قيمتها السوقية خلال هذه الفترة إلى حوالي 800 مليار دولار. واحتلت لسنوات مراتب متقدمة ضمن أفضل الأسهم أداء، مستفيدة من الإقبال الكبير على التسوق من بوابة أمازون التي تستحوذ لوحدها على أزيد من 40% من مجموع إنفاق الأمريكيين على الإنترنت. ولم يستطع عملاق التسويق الإلكتروني الصمود كثيرا فوق حاجز التريليون دولار، إذ تراجعت الشركة إلى 930 مليار دولار مع نهاية العام الماضي وبداية 2020. لكن الشركة الأمريكية عادت مجددا إلى النادي بعد أن حققت نتائج مالية فاقت التوقعات في الآونة الأخيرة، مستفيدة من الاستثمارات القياسية في عمليات الشحن السريع وزيادة أعضاء خدمة برايم. مايكروسوفت رحلة التريليون دولار تبدأ بالمليون دولار. شركة مايكروسوفت هي أقدم هذه الشركات التريليونية الأربعة، وقد تأسست سنة 1975 من طرف بيل جيتس وبول ألين، وانضمت في أبريل 2019 إلى أبل وأمازون
كثالث شركة وصلت القيمة السوقية لأسهمها إلى تريليون دولار أمريكي بعد أن بلغ سعر سهم مايكروسوفت في ذلك الوقت 130 دولارا للسهم الواحد. وكان سعر هذا السهم في أول دخول للبورصة في مارس 1926 86 عفوا لا يتجاوز 25 دولار، وقيمة مايكروسوفت السوقية آنذاك في حدود 770 مليون دولار. قبل أن يشهد سهمها ارتفاعا متواليا خصوصا قبل عام 2000، الفترة التي استحوذت فيها الشركة إلى جانب اي بي ام وهيوليت باكارد على قطاع الحواسيب بفضل منتجها الرئيسي نظام التشغيل ويندوز. وبعد فترة من الركود مع بداية الألفية الجديدة، عادت الشركة مجددا للانتعاش في البورصة، وحقق سهمها منذ 2014 نموا قويا ب260% بفضل السياسة الجديدة للرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا الذي خلف ستيف بالمر، وأعطى أهمية أكبر للخدمات على حساب الأنظمة، وحول نظام أوفيس المكتبي إلى خدمة اشتراك، وتخلى نهائيا عن نظام ويندوز فون. أخطبوط ألفابيت: أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل أبدا. ارتفعت القيمة السوقية لشركة ألفابيت المالكة لجوجل إلى تريليون دولار مع بداية سنة 2020، وبلغ سعر سهم شركة الإنترنت العملاقة مستوى قياسي بلغ 1450 دولار للسهم الواحد في 16 من يناير 2020، لتدخل الشركة الأمريكية نادي تريليون دولار للمرة الأولى في تاريخها. إنجاز مهم حققته هذه الشركة التي لا يتجاوز عمرها 21 سنة بفضل أذرعها التكنولوجيا وعلى رأسها جوجل التي يسيطر على محركات البحث في العالم، ويحتوي كذلك على أشهر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية على الإطلاق أندرويد، بالإضافة إلى تطبيق يوتيوب وتطبيق الخرائط. وحققت ألفابت في 2019 إيرادات بنحو 261 مليار دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 18% مقارنة بالعام 2018. كما كشفت الشركة للمرة الأولى عن إيرادات موقع يوتيوب الذي ارتفعت عائداته السنة الماضية بحوالي 36% محققا 15 مليار دولار. كما سجلت خدمة جوجل كلاود إيرادات قدرها 8.9 مليار دولار، أي بارتفاع سنوي بنسبة 53% عن العام 2018. وما زالت إعلانات محرك البحث جوجل على رأس إيرادات ألفابت، واقتربت من 38 مليار دولار في 2019 بمقابل حوالي 32 مليار دولار خلال العام الذي سبقه. وقد أنشأت ألفابت في أكتوبر 2015 بكاليفورنيا، أنشئت لاحتضان جميع فروع شركة جوجل التي توسعت أنشطتها لتشمل خرائط خدمات الخرائط والفيديو وأيضا أجهزة الهاتف وخدمات الذكاء الاصطناعي والسيارات ذاتية القيادة، وعهد إداريا إلى ساندر بيتشاي ليصبح المدير التنفيذي لألفابت خلفا للاري بايج. واستطاعت مايكروسوفت توسيع خدماتها الإلكترونية لتشمل أيضا منصة ألعاب الفيديو إكس بوكس ومحرك البحث بينج ومتصفح الويب إكسبلور، بالإضافة إلى شبكة لينكد إن الاجتماعية المهنية وبرنامج مكالمات سكايب. وفي غضون 34 سنة ارتفع سهم مايكروسوفت ليبلغ سنة 2019 أعلى مستوى له على الإطلاق عند 168 دولار، بإيرادات قوية تناهز 37 مليار دولار، الأمر الذي دفع القيمة السوقية للشركة لتصل إلى 1.28 تريليون دولار، وهو ما يفوق الناتج السنوي الخام لدولة كدولة إندونيسيا. أصبح وزن الشركات التكنولوجية العملاقة مهما جدا في سوق الأسهم الأمريكي، وأضحت تمثل الآن أكثر من 15% من إجمالي قيمة مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الذي يضم أسهم أكبر 500 شركة مالية أمريكية، كما أن هذه الشركات ساهمت بخمس نسبة نمو السوق المالي ناسداك سنة 2019، وتعتبر بورصة ناسداك ثاني أكبر البورصات العالمية من حيث القيمة السوقية بعد بورصة وول ستريت، وهي متخصصة في إدراج الشركات القائمة على التكنولوجيا في السوق الأمريكي، ويقدر عددها ب3800 شركة. وبعد الشركات الأربعة التي تجاوزت قيمتها السوقية تريليون دولار، وهي أبل، مايكروسوفت، أمازون، وألفابت مالكة جوجل، نجد مباشرة في المطاردة شركة فيسبوك التي اقتربت قيمتها السوقية مع نهاية العام الماضي
من 600 مليار دولار، وتعتبر خامس أكبر شركة تكنولوجية في الولايات المتحدة الأمريكية. وضمن لائحة العشرة الأوائل نجد أيضا شركة بيركشاير هاثاواي، الشركة القابضة المملوكة للملياردير الأمريكي وارن بافيت، ثالث أغنى رجل في العالم، وتتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار. ومن بين الشركات الأخرى التي حققت مكاسب في قيمتها السوقية في 2019 نجد جي بي مورغان، أكبر البنوك الأمريكية من حيث القيمة بحوالي 400 مليار دولار، بالإضافة إلى شركتي الخدمات المالية العالمية فيزا وماستر كارد الأمريكيتين، وبلغت مكاسب فيزا السنة الماضية حوالي 115 مليار دولار، لتبلغ قيمتها 418 مليار دولار، كأحدى أقوى الشركات الأمريكية في قائمة العشر الكبار. شركة أرامكو، عندما يتفوق النفط على التكنولوجيا. استطاعت شركة واحدة في العالم التفوق على نظيراتها الأمريكية من حيث القيمة السوقية، بل وتجاوز رقم التريليون مقتربة من تريليوني دولار، ويتعلق الأمر بالشركة السعودية النفطية أرامكو، التي بدأت تداول أسهمها في السوق المالية السعودية في 11 من ديسمبر 2019. بعد أول طرح أولي للأسهم في نوفمبر ثاني، جمعت خلاله أرامكو 25.6 مليار دولار، مما يجعلها أكبر شركة في التاريخ من حيث قيمة الطرح الأولي، مع بدء تداول سهمها في البورصة الذي وصل سعره إلى 35 ريال سعوديا. قفزت القيمة السوقية لأرامكو إلى 1.88 تريليون دولار أمريكي، لتزيح شركة أبل من عرش أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية في العالم، واقتربت من مضاعفة القيمة السوقية لشركات النفط العالمية الخمس الكبرى مجتمعة، وهي شيل، إكسون موبيل، توتال، بي بي وشيفرون. ويرى بعض المراقبين أن القيمة السوقية لأرامكو مبالغ فيها نوعا ما، على اعتبار أن عوائدها السنوية قدرت ب185 مليار دولار فقط، وهذا يعني أن القيمة السوقية للشركة هي 10 أضعاف عائدها السنوي، وهذا أمر لا يحدث إلا مع شركات التكنولوجيا فقط. فشل التنين الصيني في الرهان وتغول أصحاب المليارات. لم تستطع بعض الشركات الصينية دخول نادي تريليون دولار رغم توقعات سابقة من محللين بتحقيق ذلك ابتداء من سنة 2021. وتعتبر شركة علي بابا عملاق التجارة الإلكترونية أكبر الشركات الصينية المدرجة حاليا في البورصة، بقيمة سوقية وصلت مع نهاية 2019 إلى 570 مليار دولار. وكانت شركة علي بابا قد حققت في 2014 أكبر طرح أولي للأسهم في التاريخ ب25 مليار دولار، قبل أن تزيحها شركة أرامكو السعودية. ونجد أيضا ضمن أكبر الشركات الصينية تينسنت، المتخصصة في الخدمات الترفيهية الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. ووصلت قيمة تينسنت السوقية مع نهاية السنة الماضية إلى 404 مليار دولار. وفي مقابل هذه الأرقام الفلكية، تعالت مؤخرا الأصوات المحذرة من هذا التوجه نحو هيمنة شركات قليلة على جزء كبير ومتزايد من أرباح قطاعات التكنولوجيا بالخصوص، على اعتبار أن ذلك قد يسهم في تراجع المنافسة وتقلص الطبقة الوسطى وظهور تفاوتات صارخة في الدخل. فأصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم 2153 شخصا يملكون ثروة تفوق ما يملكه 4.6 مليار إنسان حول الكوكب، أي 60% من مجموع سكان الكوكب، وفق أحدث تقرير لمنظمة أوكسفام.